وللمزيد من النقاش حول الوضع المعيشي المتردي في العراق في ظل تزايد نسبة الفقر بسبب تفشي الفساد في قطاعات الحكومة، معنا عبر الخط الهاتفي من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، إذا كان الاقتصاديون والخبراء يؤكدون أن الانتعاش النفطي يجب أن يكون له مردوده الإيجابي على واقع المواطن العراقي، لماذا يشعر المواطنون بهذا المردود السلبي؟ حقيقة ما يحصل في العراق أن الإيرادات العالية التي تدخل من ارتفاع أسعار النفط خصوصا الشهرين الماضيين ومستمر عمليات الارتفاع أو الحفاظ على أسعار النفط التي تتراوح ما بين 80 و84 للبرميل الواحد، نلاحظ هذه الزيادة الكبيرة في ما تم اعتماده في الموازنة ل 2021 على 45، ثم تم تعديله إلى 50 دولار للبرميل الواحد، والعراق يصدر بحدود حوالي 3.8 مليون برميل يوميا. يعني هناك ضعف السعر تقريبا أو ضعف ما تم اعتماده للإيرادات القادمة إلى العراق، ولكن نسبة الفقر والبطالة تزداد. هذا يدلل هذه النسب للفقر والبطالة مع الإيرادات العالية جدا تدلل وجود حالة من حالات الفساد والهدر المالي في العراق. يعني لا يحتاج الإنسان كي يتعرف على أن هناك فساد في دولة ما عندما ترتفع نسب الفقر والبطالة مع وجود إيرادات عالية جدا. نعم. هذا الجانب لم يهتم به السياسيين مطلقا، علما بأن العراق في بداية عام 2022 وفق ما تم الاتفاق عليه في أوبك بلس قبل أسبوع، العراق سيصدر 4.2 مليون برميل باليوم. نعم. أي أن هناك زيادة كبيرة جدا في الطلب على النفط في بداية السنة القادمة، والعراق ستدخل له إيرادات عالية. الغريب في ذلك لا يوجد صندوق خاص بعملية التنمية لما يدخل من بل إيرادات. يوجد في المقابل دكتور فساد ضخم جدا في كل القطاعات أدى إلى هذا المستوى من الفقر في البلاد. يعني كأن هذا الفساد ممنهج وليس فسادا عشوائيا وأطماع شخصية. بالتأكيد أن الفساد أصبح مافيا مرتبطة سواء في داخل العراق أو في خارجه. يعني هناك عمل تنظيمي للوصول إلى هذه النتائج حقيقة. ولذلك نلاحظ الفساد يعشعش في جميع مفاصل الدولة جميعا. لو نأخذ مثالا بسيطا على ذلك، أن التخصيصات التي رصدت للرئاسات الثلاث كخدمات وإنفاق في الخدمات للرئاسات الثلاث يقارب حوالي 1.49 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب الأقل من مليار، يعني حدود حوالي 900 مليون. وما تم تخصيصه للبطاقة التموينية في وزارة التجارة لا يتجاوز 750 مليار دينار عراقي. نعم. هذا شيء متناقض بشكل خطير جدا. نبقى في نفس النقطة، في نفس النقطة دكتور. والبطالة. نعم، في نفس النقطة، في حديث سابق للكاظمي قال إن هناك 18 ملفاً، في ملف فساد تحديداً، وهذه الملفات أرجعها إلى سوء التخطيط في البلاد. من المسؤول عن هذه الملفات ومعالجتها؟ طالما أن هناك حكومات تقول بأنني كنت دائماً يعني أقوم بكل ما لدي من أجل خدمة هذه البلاد. حقيقة 18,000 قد يكون أكثر من 18,000 ملف فساد بالعراق منذ 2003 ولغاية 18 ملفا فقط. هذا الاعتراف للكاظمي هي إدانة لمن يقود العراق منذ 2003 ولغاية الآن.
ولذلك اللاحق دكتور مع أن كل الحكومات كانت تضع على رأس برامجها محاربة الفساد. نعم. يعني هذه المفارقة واضحة حقيقة. اللاحظ هناك 4 دورات انتخابية مرت وجميع القوى السياسية المتسلقة والمتصارعة من أجل الفوز بالسلطة والغنائم تضع محاربة الفساد كما حصل في السيد حيدر العبادي ومن بعده عادل عبد المهدي وكذلك أيضا الكاظمي. الكاظمي حالة قد تختلف عن الآخرين حيث جاء نتيجة لثورة شعبية 2019 مما أدى إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي، وبالتوافق جاءوا بالسيد الكاظمي، والكاظمي أعلن حالة الفساد وملفاتها بهذا العدد، هي إدانة لكل القوى السياسية في إدارة الدولة العراقية. هذا الذي يحصل معنى أن هناك حالة تنظيم لطبيعة الفساد الممنهج والإيرادات العالية التي تدخل للعراق حقيقة انعكس سلبا على حالة. نعم. إيرادات عالية، إيرادات عالية، وبلد يسبح على بحار من النفط، ولكن معدلات الفقر فيه تجاوزت 42%، وهذه نسبة كبيرة جدا. برأيك كيف يشعر المسؤول أو المسؤولون الحكوميون في العراق عندما ينظرون إلى هذه النسبة من الفقر في البلاد؟ أول جانب يجب أن نعلم أن معظم السياسيين هم سياسيون صدفة وليس سياسيون يمتلكون حالة من حالات التراكم والنضال السياسي من أجل خدمة العراق، ولذلك لا يبارون بشيء من عملية وقف كل أشكال الهدر والسرقة للمال العام وتوظيفه في عمليات الاستثمار. ورغم ما تحمله الموازنات من أرقام فلكية منذ 2006 ولغاية اليوم تحتوي على أرقام كبيرة جدا للاستثمار، ولكن أين هي المشاريع على الواقع؟ حيث في 2010 هناك أكثر من 20,000 مشروع لكن لم ير النور وأنفقت وخصصت له مبالغ عالية جدا تم سرقتها. شكرا لك دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي من عمان.